السلام عليكم. في إطار التحضير للانطلاق للمشروع استغلال الزنك والرصاص ببلدية أميزور بولاية بيجاية، في هذا الإطار تتم التحضيرات إذن على قدم وساق، خاصة باتجاه المتضررين من المشروع، أصحاب الأراضي والملاك اللي تقع الأراضي تاعهم في المساحة المخصصة لهذا المشروع الاستراتيجي الضخم. إذن فيه عملية نتاع تعويض المتضررين. إذن إن شاء الله كل العواقب اللي تقف في هذا المشروع يتم يعني حلها وتنطلق الأشغال باحترام، هذا أمر مهم جدا، مع احترام واستعمال المقاييس العلمية والدولية في احترام البيئة، لأن البيئة هي أهم من كل شيء. إذن لابد من احترام الطبيعة والبيئة والصحة نتاع المواطنين. إذن لابد في أخذ كل الإجراءات، وهذا لا أشك فيه أن الإجراءات إن شاء الله سوف تتخذ، ويكون فيه وعي مسؤول للقائمين على المشروع وكذلك للسكان في هذه المنطقة. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم. بوتيرة متسرعة تخطت أشغالها نسبة 80%. تسريع عملية التحقيق الجزئي للأراضي المخصصة من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك للتجسيد الفعلي الميداني لمشروع منجم الزنك والرصاص تل حمزة وأميزور. العملية راهي تقدمت بشكل كبير في مدة وجيزة، تحقيق مع المعنيين، مع المواطنين، فيما يخص الأراضي، فيما يخص الأشجار، فيما يخص الممتلكات، فيما يخص جميع الحقوق المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. مشروع يعني استثماري ضخم بالنسبة للجزائر، وما له أهمية بالنسبة لكل المشاريع المنجمية على مستوى الوطن. تطرقنا للموضوع الاندمنيزاسيون الاكسبروبياسيون، وهذا يعني كرسالة لكل اطمئنان كل المواطنين الذين لهم يعني علاقة مباشرة بهذا المشروع. نقول لهم يعني كل الإجراءات قد اتخذت على مستوى الولاية، وخاصة كذلك على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، وكذلك على مستوى مجمع سومارة إن شاء الله. تهيئة مراكز التكوين على مستوى بلديتي تل حمزة وأميزور لتكوين الإطارات والتقنيين العاملين في مجال المناجم من أهم مخرجات هذا الاجتماع التقييمي والمنعقد لتحيين كل الظروف اللازمة لإعطاء دفع جديد لهذا المشروع المهيكل تحسبا للانطلاق الفعلي في استغلاله. تم الاتفاق اليوم على أنه فرع سوناريم التكوين الذي هو فرع من مجمع سوناريم يبدأ في تكوين الإطارات والتقنيين على مستوى ولاية بجاية لتحضير الكفاءات اللازمة لتحمل مسؤولية البدء في استغلال هذا المنجم، منجم وادي أميزور وتل حمزة للزنك. استغلال منجم الزنك والرصاص تل حمزة وأميزور مورد سيساعد على تعزيز ورفع القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.